يلي عنده قلق حقيقي بأنه أصلاً الناس تعباني، أنا وين رايح؟ مجرد هو رجع على سوريا في جهات بتسهل له أموره. نعم. هذا بوضوح، هذا ما حصل، وهي تجربتكم خلال السنوات الماضية حتى الآن وستستمرون. نعم. سوريا رغم كل الأوضاع الصعبة التي تعانيها بفعل الحصار وبفعل العقوبات هي أفضل من أماكن اللجوء التي يعيشون فيها، ولذلك هذه الدولارات القليلة التي تقدم للذين أخذوا بطاقات اللجوء، هذا ما قلناه وما يقوله الرئيس ميشيل عون وما قاله وزير الخارجية كما نقلوا لنا. هم قالوا لمسؤولي الأمم المتحدة وللدول الفاعلة في العالم بأن هذه المساعدات التي تقدم للسوريين في لبنان إذا ما قدمت لهم وشجعوا على العودة إلى سوريا تصبح قوة، القوة الشرائية والقوة الفاعلة لهذه المبالغ الضئيلة تصبح 10 أضعاف إذا ما عادوا إلى سوريا. هذه الأعداد التي جاءت إلى لبنان بعضها بفعل الإرهاب وهربا من الإرهاب، وبعضها كان في إغراءات واستدراج. سوريا فيها مدارس لأبنائهم، فيها بيوتهم، ولو كان بعضها مهدما هي أفضل من أماكن اللجوء التي يعانون فيها أوضاعا بالغة القسوة. بيحب يرجع من الدولة اللي كان فيها ما في مشكلة وبنسهل له العودة، أو بيحب يدخل البلد بدون أي إجراء وبنقول له راجع الجهة اللي طالبتك وسوي وضعك معها.